رسالة وانتم طيبين. النهاردة حد المولود أعمى، أو اللي احنا بنعرفه يعني باسم حد التناصير، ودايما حد التناصير ده له ذكريات حلوة قوي معايا، يعني لأن حد التناصير ده وأنا صغير كان اليوم اللي بيزور كنيستنا فيه سيدنا المطران الأنبا بخوميوس، فكان دايما حد التناصير ده أو حد المولود أعمى ده يعني له شنة ورنة كده وسط أحد الصومك. إحنا كنيسة يعني صغيرة في قرية من قرى يعني إبرشية البحيرة المتسعة، اللي هي أكبر إبرشية دلوقتي في الكرازة المرقصية كلها يعني، ولكنها لأنها كنيسة قديمة قوي وليها تاريخ كبير يعني، خصوصا في ارتباطها بالبرية، فكان سيدنا أنبا بخوميوس يزورنا يوم حد التناصير، ودي كانت تبقى يعني سبب فرح روحي كبير. الصوم هو سبب فرح روحي كبير، فرصة تنتعش فيه أرواحنا. عشان كده الشاطر اللي ياخد الأسبوعين اللي فاضلين دول بجد ويفرح بالصوم ويفرح بالصلاة ويفرح بالقعدة مع الإنجيل والتأمل ويفرح بخلوة كده روحية حلوة مع ربنا، يفرح بقداس أكتر زيادة واتنين على حسب ما ربنا يدينا. الولاد الطلبة يعني عندنا أجازات دلوقتي من المدارس، فرصة كبيرة جدا عندنا الأوسترن فيرين، هيدينا فرصة ان احنا نفرح بربنا طول الأسبوع ده ولغاية يوم ثلاثة البصخة كمان، فشيء يعني مشجع لينا ان احنا نفرح بربنا ونحيا حياة الانتصار. لأن اسمه حد التناصير، خلينا أكلمكم شوية عن المعمودية، عن المعمودية، لأنه كلمة يتنصر عندنا في المفهوم الشعبي بتاعنا يعني معناها يتعمد، يتعمد يصير يعني عضو في جسد يسوع المسيح الناصري. فخلونا نتكلم عن المعمودية. المعمودية في فيها رموز كتيرة رائعة، وإزاي الكنيسة الأرثوذكسية بتشوفها وإزاي كنيستنا القبطية يعني بتعمل طقس المعمودية، فيها معاني كتير خالص محتاجين ان احنا نرجع نكتشفها مع بعض. سريعا مثلا الكنيسة بتعمد الأطفال، كنيستنا الأرثوذكسية وكنيستنا الأرثوذكسية كلها في العالم كله على اختلاف أنواعها تعمد الأطفال. ناس بقى يطلعوا يقولوا لا سيبوا الأطفال يكبروا، الأطفال ولما يكبروا يبقوا كبار ويختاروا يبقى هم يجوا بعد كده يتعمدوا. طبعا كنيستنا تعمد الأطفال لأنه نعمة ربنا مش متوقفة على عقلي، يعني أنا لما أكبر وأبقى عاقل وأبقى كويس أبقى أقدر أخد نعمة ربنا، غير كده ما نعمة ربنا ملهاش دعوة بي. ده كلام فيه تناقض رهيب جدا، يعني الناس اللي بتقول كده تتكلم كتير قوي عن نعمة ربنا، شيء في منتهى التناقض. ولكن احنا خلينا نركز في العطية اللي احنا استلمناها. نعمة الله تعطى لكل انسان، نعمة الله مش بعيدة عن كل انسان حتى الطفل الصغير. عشان كده الكنيسة هتفضل تعمد الطفل الصغير وتقول له ابني خبرتك مع ربنا من وانت طفل صغير، اما انت بقى بعد كده لما تكبر حابب تعيش في النعمة دي وتستمتع بيها وتبقى عضو في جسد المسيح ولابس للمسيح، ده كده هو يعني اللي احنا بنصلي طول طقس المعمودية عشانه. اما لو حبيت تعيش بطريقة تانية اللي قال عنها الكتاب المقدس لهم صورة التقوى وهم منكرون قوتها، يبقى دي اختيار الانسان الشخصي. لكن الكنيسة هتفضل تدي نعمة ربنا لكل اولاد ربنا من صغرهم. وانتوا عارفين احنا مش بس معمودية، ده معمودية وميرون وتناول في نفس اليوم، معمودية وميرون وتناول، ثلاث أسرار في نفس اليوم. نتولد من جديد في المسيح، نبقى هيكل ونتحد بالمسيح، ويصير دوت هو بالنسبة لنا الحياة، لأن لي الحياة هي المسيح، ارتباطنا بالمسيح. كمان في المعمودية ندي اسم جديد، اسم جديد في المعمودية، نلبس لبس جديد
غالبا يبقى الثوب الابيض دوت الجميله او التونية البيضة الجميله. وده برضو عاوز يقول ان احنا بنعطى دوت ودورنا ان احنا نحافظ على دوت. افتكر كده عهود معموديتك، مش مهم انت عندك كم سنه، عهود المعموديه ديت ما بتروحش. سمعتوا عن حد اتعمد مرتين؟ مفيش حد بيتعمد مرتين ابدا، ونعترف بمعموديه واحده لمغفره الخطايا. افتكر عهود معموديتك، افتكر الاسم الجديد اللي انت اخدته، افتكر حتى لو انت مش فاكر ايه هو الاسم دوت، بس افتكر انك كان ليك اسم جديد وكان ليك توب جديد. انتم الذين اعتمدتم للمسيح قد لبستم المسيح. يعني احنا نؤمن ان في المعمودية، المعمودية دي نسميها كده جرن المعمودية، نسميه رحم الكنيسة، رحم الكنيسة. ونشبهه كمان، يتشبه كمان بايه؟ بالموت مع المسيح، مدفونين معه في المعمودية. يبقى المعمودية هي رحم وهي قبر. قال لا، ايه ده؟ ازاي يعني الاثنين؟ ازاي الاثنين؟ لان هي كده موت وقيامة، في فيها الموت مع المسيح، لكن فيها كمان ايه؟ الحياة والقيامة. احنا ما عندناش موت بس، يعني اي حتة تانية ممكن تتكلم عن الموت، لكن احنا ما بنتكلمش عن الموت بس. عمرنا في المسيحية ما بنتكلم او بنقف عند الموت ابدا. المعمودية هي مدفونين معه في المعمودية ولكن في قيامة. عشان كده ثلاث مرات باسم الاب والابن والروح القدس. ربنا يدينا في اليومين اللي فاضلين من الصوم دول ان احنا نجدد عهود معموديتنا بالتوبة، نجدد عهود معموديتنا بالمحبة، نجدد عهود معموديتنا بالغفران، نجدد عهود معموديتنا بالصلاة من اجل خلاص نفوسنا، من اجل خلاص العالم، من اجل خلاص كل الناس اللي موجودين حوالينا. لإلهنا كل مجد وكرامة في كنيسته الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها.